لم تتوقع السيدة رابعة التي تحمل الجنسية المصرية أن تطول زيارة والدها في قطاع غزة لأكثر من 4 أشهر. أغلقت السلطات المحلية في القطاع معبر رفح منتصف شهر مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، فبقيت عالقة هنا. انت بس ادعي ربنا، قول يا رب المعبر يفتح، يا رب المعبر يفتح، وان شاء الله ارجع قريب. تواجه الأم ضغوطا نفسية صعبة وهي تشعر بتأثير بعدها عن عائلتها الصغيرة. هلا زوجي قاعد مع بنتي مش عارف ينزل شغله لأنه وين بده يسيب بنتي، وهي في نفس الوقت طفلة عمرها 5 سنين، صعب تتقبل فكرة إنه أنا ليش مش برجع، إنه إيش اللي قاعد بصير، وين المعبر. هي بتقولي أنا بدي أجي على المعبر أقولهم افتحوا طلعوا مامي. قررت المشاركة في وقفة احتجاجية مع عالقين آخرين للمطالبة بفتح المعبر والمطالبة بتحديد موعد لذلك. يتفهم العالقون والناس عامة هنا الإجراءات الوقائية، لكن طول أزمة الفيروس ستجعل السلطات تحت ضغوط مستمرة لكي تعمل على الحد من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على الحياة اليومية للسكان. فتح معبر رفح على نحو دائم كان مطلبا سياسيا وشعبيا، إلى أن أصبحت هناك خشية من أن يتسلل الفيروس بواسطته إلى القطاع مع المسافرين. مؤسسات حقوقية تدعو باستمرار إلى التوازن بين الاحتياجات الإنسانية وبين تجديد إجراءات الوقاية. لابد من الحفاظ على الإجراءات والتدابير العلاجية والوقائية لضمان الوقاية من جائحة كورونا، مع ضمان التوازن مع باقي احتياجات المواطنين وخاصة المواطنين العالقين في خارج قطاع غزة، بضرورة فتح معبر رفح وضرورة اتباع نفس الإجراءات معهم. منذ بداية الأزمة سمح مرتين بدخول عالقين من الجانب المصري ولم يسمح بخروج آخرين من القطاع، فيما تقول السلطات المحلية إنها تعمل على التنسيق لإعادة فتحه مرات أخرى. صالح النطور، العربي.